يعني باوع القصائد الجريئة راحت بسنينها وأخذت صدى. خلينا نقول شيء جديد اي هم ندمان، حلو. ندمانه على القصائد الجريئه اللي قلتيها. نو نو اوكي أكيد لا، اوكي أكيد لا. يلا قولي شيء شوف جديد. راح أقول لك مقطع، هذا راح يكون أغنية بعدين راح نعلن عنها، أو إذا اوكي تريد أنت يمكن تعرف أو ما تعرف عنها اي اكيد راح اريد، تصير نص غنائي. أوكي اي اكيد اريد اعرف حق منو بتكون. حق ما أدري هو الموضوع يحق لي أحكي أو لا، لا يعني يحق لك، يحق يجوز لك، بعدنا يحق لك، شلون؟ يحق لك. يعني هو نص غنائي راح يكون أكو تعامل بيني وبين. أقول أنا الاسم؟ قول محمد الفارس. محمد. صار أكو تعامل بيني لا وبينه وطقت الأغنية إيه والدويتو. قصدي، قصدي إنه مرة ثانية يعني. لا إذا تريد نحكي كدويتو فراح أسوي قنبلة إنه ممكن بالفترة الجاية راح يكون أكو ديو بيني وبين سامو زين. آه حلو، حلو الفنان الجميل سامو زين. والأغنية مالتش القصيدة من راح يغنيها؟ ماجد المهندس؟ لا إن شاء الله ليش لا؟ عيل ألف منو؟ تحية لماجد المهندس، ألف تحية عيل إله. عيل منو؟ لا عوف الموضوع هذا كلش صفر. خلاص راح أعوفه، بس ما راح أعوف القصيدة. شنو القصيدة؟ يلا أوكي. يلا أنا طبعا قلتها وقلتها بفيديو، بس إنه خلص أني سلمت حقوقها ايه وكملت عليها. أول البارحة أقول أنا قلدك بابا طيري راح أدوخك بيا حيري، أني صح مرات لبسك أرد أقارن ويا حريري، عمي عمي بطلي شوفي غيري، أني ياباني حياتي وانتي لعبي بعيد شيري، ممنوع ممنوع أتقارن وياها مو من ثوبي شلون أرضاها، أنا أتقارن ويا المثلي مو بالحي الدوس دواها، ما جامل أي واحد كافي بس أنا أم القلب الصافي وبطيبة قلب وردة باها، أقبل بس بالوردة تقارن مو بالذني المني غارن، وحدتهن عقرب تلقاها خيولن المن نذكرهن، نضغطهن لما نحقرهن نحسبهن ذكرى وننساها. الله عليك، الله عليك يا رنين، رنين ما شاء الله الله يسلمك عليك، خالد. قصائد جميلة ومختلفة ومعاصرة بصراحة.